أكثر من سؤال قد ورد: هل ينصح فضيلتكم بحفظ كتاب شرح السنة للإمام البربهاري؟ نعم، طيب، لكن الحفظ ما يكفي، لابد من تلقي شرحه عن أهل العلم والبصيرة. مجرد الحفظ تخزن في ذاكرك أشياء ما تعرف معناها، هذا ما يكفي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.